فهمت عليك، خليك بمحلك. ايه حبيبي خلدون؟ مرحبا، انت وينك سينا؟ بالمينا. كنت بالمنطقة وحبيت اجي اشوف لافانت، امبارح ما لحقت احكي معه. فهمت. ايه مو مشكلة، باي. اهلا وسهلا. ما كنت مفكرة اني رح لاقيك لحالك. كيفك؟ انت اللي علقت بمشكلة واسعفوك على المشفى، وانا اللي لازم اسألك كيفك هلأ؟ انا منيح. انا ما كان عندي علم انه خلدون مستأجر اليخت. انا مالي مصدقة حالي كيف عرفتكن على بعض. ما كنت حابب انجبر اني اتعرف عليه، بس أنا حبيت أعرف إذا كنت منيح. أنا منيح. أنا كذبت عليك لافانت، أنا أجيت لهون مشان أشوفك. قلي أي شيء، أنا كتير محتاجة إني حس حالي منيحة. بعرف انه لازم روح، بس اجيت مشان تقلي ضلي. بعتذر سينا، كنت افكر انه الشيء اللي عشناه حقيقة، بس ما طلع هيك. لا تزعل، حتى لو كان غلط بس الشيء اللي عشناه كان حلو. انا ما كنت عارفاني انه جاي لهون مشان ودعك. نحن بنستحق وداع احلى من هيك. ليش في وداع بيكون حلو يا ازميريه؟ معك حق، اصلا الوداع كمان بده شجاعه كبيره، وكنت نسياني انت قد ايه واحد جبان. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.